وجه والي ولاية الخرطوم أحمد عبدون حماد وزارة التخطيط العمراني بتوفير 6000 قطعة سكنية خلال 3 أسابيع لصندوق الإسكان والتعمير للبدء في تنفيذ السكن الشعبي للمستحقين القدامى والذين صادق الوالي لهم مؤخرا بإسكان الشعبي. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بقيادات وزارة التخطيط العمراني بحضور عدد من الجهات المختصة. وأمن الاجتماع على النظر في إنشاء المرافق الخدمية بمشروعات الإسكان الجديدة من خلال اجتماع يضم وزارات المالية والصحة والتربية والتعليم والبنى التحتية.